الخبراء والباحثون يتبادلون الآراء حول ثقافة السلم والاعتدال في مواجهة التطرف العنيف من خلال المقاربة الموريتانية التي كانت محط أنظار المتابعين والمهتمين لهذا الموضوع. جملة من التوصيات خرجت بها ندوة نواكشوط على من أبرزها التمسك بثقافة الحوار والتحسين من الأوضاع الاقتصادية للشعوب بواسطة تشغيل الشباب وإشراك الفاعلين في المجتمع. قد درس المشاركون بالبحث والتحليل خلال جلسة علنية عامة وست ورشات متخصصة مشفوعة بنقاشات عميقة وثرية المقاربة الموريتانية كنموذج لاستمرار الأمن لاستقرار الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة. المشاركون في هذه الندوة أكدوا أن المقاربة الموريتانية التي اعتبرت نموذجا حقيقيا للكثير من بلدان العالم، ركزوا في مداخلاتهم على أهمية الاستراتيجيات الأمنية والدينية والسياسية والحكامة والتعليم والإعلام، إضافة إلى مواضيع أخرى بإمكانها أن تكون سبل سلام في نشر ثقافة السلم والسلام ومواجهة التطرف العنيف الذي بات بديلا لعبارة الإرهاب التي لاكتها الألسن دون تحديد مضامينها الجوهرية. الارتباط الذي يربط الشعوب اليوم بشبكة تواصلية واحدة، شبكة كهربائية واحدة، خطوط وأنابيب مياه واحدة، يجعل أن نقطة من العالم إذا تأثرت من العنف فستتأثر باقي المجموعات، لأن العالم اليوم أصبح قرية واحدة أو بيتا واحدا. ثقافة السلم والاعتدال ومواجهة التطرف العنيف عناوين تسعى المقاربة الموريتانية من خلالها أن تنقلها إلى الآخر وأن تعيد إلى موريتانيا رونقها الذي استعادت وفق المشاركين حين انتهجت سياسات جعلتها نموذجا لدى هؤلاء المشاركين من وفود عربية وإقليمية ودولية، وربما سياستها في مجالات الأمن والدفاع والوسطية كانت أبرز تلك العوامل. نخرج اليوم من هذا المؤتمر وكلنا أمل في أن تعزز أكثر ثقافة السلم والاعتدال في مواجهة التطرف العنيف من خلال المزيد من التضامن والتنسيق الجهود من أجل بلورة الاستراتيجيات واضحة وتنفيذ برامج عمل مدروسة تمكن بلداننا من تحقيق نتائج المطلوبة وتساهم في تحقيق الأمن البشري وبناء السلم وبناء السلام عبر العالم. الندوة أخلصت إلى ضرورة توحيد جهود الدول والمنظمات والهيئات المشاركة في بلورة استراتيجيات واضحة المعالم لما قد تسهم به في تحقيق الأمن البشري وبناء السلام عبر العالم. في ظل اختتام ندوة ثقافة السلم والاعتدال ومكافحة التطرف العنيف، المقاربة الموريتانية نموذجا، تبقى التجربة الموريتانية حاضرة بشكل قوي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال النقاشات والحوارات التي دارت هنا في هذه القاعة التي احتضنت هذه الندوة على مدى يومين كاملين. شيخ عبد النجاشي، الساحل تيفي، من قصر المؤتمرات، نواكشوط. فقرة آراء تستطلع عينة من آراء بعض المشاركين في ندوة نواكشوط حول ثقافة السلم والاعتدال. أهمية هذه الندوة هي الإشادات الدولية اللي شفنا من الأمم المتحدة عبر ممثلة الأمم المتحدة في الساحل، من الولايات المتحدة عبر الوزيرة اللي كانت موجودة معنا اليوم، وعبر الاتحاد الأوروبي أيضا. معنا أن هذه إشادات كاملة تثمن هذه الرؤية الاستراتيجية عن السياسة الموريتانية والقادة الموريتانيين، الحكومة ورئيس الجمهورية ومحاربة الإرهاب، لتركز أساسا على الشريعة الإسلامية. Et nous travaillons dans plusieurs pays, y compris le Cameroun, dans lequel nous avons un programme d'aide à la lutte contre le terrorisme qui implique la jeunesse. Pour faire de la jeunesse un partenaire principal dans la lutte contre le terrorisme. تجربة الموريتانية هي تجربة فيها تشاركية لا تعتمد فقط على يعني المقاربة الأمنية، ولكن أيضا دور رجال الدين، دور المجتمع المدني، دور الباحثين لإيجاد يعني حل ناجع واستمراري لمحاربة التطور العنيف وإدماج الشباب، لأن هذا مهم جدا. المقاربة الموريتانية لمحاربة التطرف العنيف تنطلق في شموليتها من عدة جوانب، فهي تعالج ظاهرة بعامل أحادي وإنما من مختلف العوامل المؤدية إليها،
تعالجها إعلاميا، تعالجها سياسيا وعسكريا، وحتى المستوى المراجعات والحوار، وتعالجها أيضا عسكريا ردعيا لأصحاب الخارجين على القانون. عالجتها على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى محاربة الهجرة وعلى مستويات مختلفة.